شباب 25 دقيقة عدي على السريع. شباب إذا بتريدوا اسمعونا تفضل. بدي ارجع مرة ثانية لموضوع الاعتراف بالجامعة. نحن موضوع اختصاصنا بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات. أنا كخريج ما بقدر أقدم على مكتب العمل. مكتب العمل لا يقدم على مكتب العمل ضمن اختصاصي. جامعة افتراضية. خريج جامعة افتراضية. هي نقطة. النقطة الثانية موضوع مسابقات الدولة. هلا اذا بصير اي مسابقه بالقطاع العام تعلن اي وزاره من وزارات الدوله مسابقه يعني بدك اسم اختصاصي استنى ويروح اسم اختصاصي ما بيرد فيها. انا بدي انزل اسم اختصاصي بكالوريوس مثل الاعلان اللي نزلته الجامعه الافتراضيه نزل اسم الاختصاص مثل ما هو. نعم. نفس المشكله بالدبلوم الوطني العالي كمان بيطرح مشكله الطلاب اللي بخارج سوريا اللي هن دول الخليج العربي موضوع اعتراف بشهاداتهم عم بيعانوا من نفس الموضوع. هو موضوع تسويق الجامعه ما حدا بيعرف برا بالجامعة الافتراضية نهائيا. حتى اسم الجامعة الافتراضية اللي هو الجامعة الافتراضية السورية خارج سوريا كتير وزارات بدول الخليج بترفض الاعتراف بهذا الاسم باعتباره شهادة غير طب بدي اجي لعند دكتور نضال. دكتور نضال مناهجنا بهاي الجامعة بتختلف عن مناهجنا بالجامعات العادية اللي درسنا فيها ومثل ما سمعت يعني كمان في مكتبة إلكترونية وفي عندهم فرص لبحث علمي ربما يعني هل هن مثل ما بيقولوا ناقصون شيء لحتى يكونوا مثله مثل باقي الكليات؟ اولا هو نحن البرامج تبعنا ليست مطابقه لان مع منعطي نحن مناحي جديده. نعم. بالنسبه ل بقلب داخل الجامعه الافتراضيه. هلا بالنسبه للمكاتب الالكترونيه والادوات اللي بنمنحها للطلاب تبعنا مشان يقوموا بابحاث نحن في مكتبتين الكترونيات إمرالد وسبرينجر. نعم. موجودات على الموقع الجامعة بإمكانكم تطلع عليها. أنا حكينا بموضوع المكتبة الإلكترونية. المكتبة الإلكترونية هي مكتبة ضخمة بس الجامعة الافتراضية اشتريت جزء من هاي الكتب طبعاً. فأنا لما بيفوت لما بيفوت أخذ كتاب معين بدور على 100 اسم كتاب لحتى لاقي الكتاب يعني بدي حاول حمل 100 كتاب للاقي كتاب اللي اشتريته الجامعة. دكتور ما في أي إشارة إنه هذا اشترينا. طبعاً هو في بالنتيجة أنت المكتبة كبيرة جداً يعني متنوعة. على عبر شبكة الإنترنت مكتبة كبيرة لكن نحن النتيجة بتأخذ جزء منسجم مع الاختصاصات اللي عم تقدمها الجامعة. يعني ما بتحسن أنت تشترك بكل شيء بالنتيجة هذه كلف إضافية نتيجة والناس. إمكانيات الجامعة. مو مسألة إمكانيات أنت بالأخير عم تشترك وبالأخير ما حدا بيستخدمها يعني يعني مو محتاجين لكل هدول هيك كمان بحاجة ماسة يعني. هلا نشوف شو هو. على سيرة الإمكانيات أنا حاب أحكي بالمصاري موافقين؟ غالية الجامعة الافتراضية غالية. أعطيني الميكروفون يعني مين حابب يحكي لي بقصة كله بدي يحكي لنا بس المصاري دكتور فأنا ما بعرف ما بدي أمشي بالترتيب تفضل أعطيه. مساء الخير. قال لك الجامعة المكتبة الإلكترونية الاعتراف بالاختصاص معلش شوي نسمعك دكتور تقول له شيء عنا موضوع الاعتراف يا عزيزي. بالنسبة للداخل أنا أتمنى كنت لو راجعتنا في الجامعة فيما يتعلق بموقف وزارة العمل ومكتب العمل من عدم تسجيلك. أنا سأعاود الكرة مع رئاسة مجلس الوزراء لتأكيد على التعميم السابق وسنقوم بزيارة دورية إلى كل وزارات الدولة لنقنعها بأن هذا الشيء يجب أن يتم. يعني الحقيقة السيد الرئيس يصدر قوانين والإدارة تعطل القوانين. هذا ما يحصل. هذا ما يحصل. إذن هناك وعد إنه هذا من الحلو. هذا من الحلو. الجامعة وإذا ما حلو في حقوقيين بده يرفعوا دعوة. تمام. بيقدروا شباب. بس لا يخلصوا حالهم بالأول. يلا حلقتكم بعد هاي الحلقة. تفضل عرفنا عن حالك. مساء الخير رامي شاهر طالب. أهلين رامي. اللي طالب حقوق بالجامعة الافتراضية. بدي احكي ونوه عن بالنسبة لرسوم الجامعة الافتراضية السورية. نحن اساتذة لو سمحتوا ما فيني اقول محكمة. تفضل. نحن طلاب جامعة الدولة وتم انشائها بسيادة رئيس الجمهورية. نعم. يعني نحن عم نتعامل معاملة الجامعات الخاصة عم تعامل احسن منا. نحن هاي السنة مشان الظروف اللي حكمت سوريا بالجامعة السورية الدولية الخاصة نعاد كل المواد ببلاش بهذا الصيف ونحن على علامتين كل مادة عم ندفع حقها 7000 ليرة ما عندنا شيء اسمه زائد 2 رغم انه موجود باي جامعة بالدنيا زائد 2. انا مشان 48 حملت مادتين دفعت حقهم 14000 ليرة. نعم ممتاز. بس تاخذ جواب على هالنقطتين هذول نقطتين مهمات دكتور. عم يدفعوا مبلغ كامل وكل الجامعات تدللوا يعني كنا ما بنتمنى يتدللوا نتيجه الظرف اللي مرق. ليش بالذات الجامعه الافتراضيه
هيك صار فيها. اولا الجامعة الافتراضية السورية مؤسسة حكومية لا تهدف للربح، لا تسعى للربح، هي تتقاضى من طلابها كلف التدريس والتشغيل، وما تربح وهي تربح جزء يسير يخصص لتطوير البنى التحتية ولتطوير برامج جديدة. بس دكتور احمد ورغم ذلك المبلغ كبير، مبلغ لا لا لك شو 14000 هو 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 عقد مقارنة مع الجامعات الخاصة. وانا سأنطلق من هذه المقارنة، الجامعات الخاصة أقساطها مرتفعة جدا تصل إلى أكثر من نصف مليون ليرة سورية، في حين الجامعة الافتراضية لا تتجاوز الأعلى أغلى قسط فيها 150 ألف ليرة. طب دكتور وهذا مدروس بطريقة، والإعفاء باعتبار صار في ظرف خاص، موضوع الإعفاء الظرف الخاص نحن أخذنا بجميع القرارات التي خرجت وستطبقها وأبلغنا مجلس التعليم العالي بذلك. هذا جانب، يعني فيما يتعلق بإعادة الامتحان، فيما يتعلق بالسماح للطلاب الذين يعني يدرس إعادة الامتحان لم يتقدم، لم يستطيعوا التقدم في مراكز معينة بسبب الحالة العامة أن يتقدموا إلى امتحاناتهم بدون أن يدفعوا قرشا واحدا. الآن فيما يتعلق بالدورة التكميلية هنالك إشكالية عندنا في الجامعة، لا نستطيع بسبب النظام الخاص، نظام الفصل الخاص بالجامعة، هذا شيء حاليا في الوضع القائم لا يمكن تطبيقه، إنما مستقبلا في حال تطوير البنية التحتية أكثر يمكن أن نطبق المرسوم الخاص بالدورة التكميلية. هذا فيما يتعلق بالآن، بما يتعلق بأقساط الجامعة ودفع الـ فيما يتعلق بالمادة التي رسب بها الطالب. المشكلة في الجامعة الافتراضية الإعادة ليست إعادة الامتحان الأخير، الإعادة هي إعادة جميع مكونات العلامة، أي الحضور، أي الوظائف. طب دكتور ما في مجال يتخفض؟ يعني واحد رسب بالمادة يعني مثلا بالتعليم المفتوح بياخدوا نص حقه أو شيء، ما في مجال؟ اسمعوا شباب، يعني بس نحن عندنا نظام مالي. نعم. عندنا نظام مالي، إذا بدنا نلجأ ممكن طبعا نلجأ لتعديله بموافقة وزارة المالية. نعم. إذا عدلناه لمرة لا نستطيع أن نبقي هذا التعديل إلى الأبد بسبب الكلف التي ندفعها. يعني نحن لا نستطيع أن نقدم خدمة بخسارة، إذا قدمنا خدمة بخسارة فمعنى ذلك أن نحن عم نتراجع. إذن هذا إمكانية أنه ينزلوا لنصف مثل ما عم تقترحوا لمرة واحدة، ممكن. ممكن لكن العودة تعطي ميكروفون للشاب مين مجد اللي كان بده يحكي كمان هون؟ لا اعطيه بعد اذنك للشاب. طيب تفضل. عبد الرحمن طالب بكالوريوس. تفضل عبد الرحمن. احنا ما حنطلب طيب تخفيض السعر، بس ليش عند الرسوب بالماده بيتم دفع المبلغ كاملا؟ لازم يندفع نفس المبلغ. كمان عم بيقول لك شرح الموضوع، شرح الموضوع، قال ما بيقدر لانه بي احنا ما بدنا تخفيض، احنا ما بدنا تخفيض. طيب لما تحملها تدفع نصها للماده على طب لا يا جماعه بس اقول انا فهمت الفكره، اسمح لي اشرحها دكتور. احنا لا لا انا معك، انا مع انه تقدمها ببلاش، انا هيك وجهه نظري باعتبار جامعه حكوميه فتتحمل الدوله، يعني شو عادي. بس الفكره عم بيقول الدكتور ومنطقيا عم يقول انه في كلف عم تدفعها الجامعه نتيجه تقديمك لهي الماده اول مره او ثاني مره او ثالث مره. هي الشغلات ما عم نلمسها نحن. هلا المفروض ابسط شيء الجامعه مثلا تقدم لنا مثلا عروض بانترنت، باعتبار نحن جامعه افتراضيه للانترنت، نحن تجهيزات بالمراكز ما في، كراسي نقعد عليها ما في، يعني ما في كلف، ما في شيء موجود. أوكي. ما في مقابل. دكتور يحق لطلاب الجامعه الافتراضيه انه يطلبوا انترنت مجاني وانترنت يعني و3 جي ببلاش، يمكن لانه ما بدنا شيء ببلاش، ما بدنا ببلاش، بدنا بعروض. مين بيحب يجاوب يا سيدي؟ الانترنت دكتور غياث، اسمح لي شغلي الانترنت متاحه مجانا في مراكز النفاذ. لو سمحتوا في مراكز النفاذ الجامعه عم يحكي، لو سمحتوا تفضل دكتور. الانترنت متاحه مجانا في مراكز النفاذ، ومراكز النفاذ مستعمله لتلقي الدروس وبنفس الوقت للامتحانات. الان فيما يتعلق بال3 جي، ما يتعلق بال3 جي نحن اتفقنا مع شركه سيراتيل ومع بعتقد ال 94 على اعطاء تخفيض ملحوظ بقيمه الانترنت لل3 جي. يفي بالغرض؟ ما بعرف، هذا راجع لهم. اذا انا اضع الكلام امامكم دكتور غياث، لا يفي بالغرض. احدهم عم بيحكي، اذا ممكن بس في احدهم عم بيحكي انه ما في تكاليف للجامعه الافتراضيه، هذا يعني تصور خاطئ. اوضح لك شو التكاليف. شو التكاليف؟ اولا تطوير المحتوى الالكتروني، نحن بنتعامل مع 413 دكتور. اسمعوا شباب، اسمعوا شو تكاليفكم، وماجستير ومستوى مهندس بيعطي الجانب العملي. فهدول الدكاتره عم نختارهم بكل مرونه، الافضل في كل الجامعات وفي مركز البحوث باي مكان حتى
خارج سوريا عم نستعين بالبعض للإشراف على رسائل الماجستير هدول.